سيارة جديدة من العلامة الصينية دونغفينغ A30 بموديل 2022، سيارة جاية بتصميم رياضي وعصري ماشي مع 2022، جاية إضاءاتها طبعا كلها LED بالنسبة للعالي والواطي كلها LED، الجنب طبعا جاي باللون الفضي واللون الرمادي، إشارات بالمرايات، خاصية الدخول الذكي والمتعارف عليه بالبصمة وفتحة بالسقف أكيد موجود عليها. كلية البنزين تمشينا كم؟ 17 كيلو، التقييم ممتاز. وهذا الجزء الخلفي، رايكم فيها؟ حساسات خلفية وكاميرا خلفية متصلة بشاشة أمامية. سيارة سيدان متوسط الحجم، فتحة تكييف بالخلف، مثبت لمرتبط الأطفال أو الأيزوفيكس. مراتب التحكم فيه كهربائي ونوافذ كهربائية، تحكم بالدركسون، مراتب جلد. جاية شاشتين، واحدة 7 إنش والثانية 10 إنش، وأكيد التشغيل بصمة. السيارة جاية بمحرك 4 أسطوانات دفع أمامي 1500 سي سي، الأحصنة 140 والعزم